السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرة تانية من معرض دبي الدولي للسيارات. كلنا بيعرف أن السيارات الكهربائية أكيد هي المستقبل، وكان هذا بفضل شركة تسلا اللي قدمت السيارات الكهربائية وخلتهم واقع على الأرض، وخلت الشركات تانية كلها تفكر بأنها تنتج مثل هيك سيارات. أنا اليوم بهذا الفيديو القصير لحتى أشوف شو السيارات الكهربائية الجديدة اللي حصلنا عليها بالشرق الأوسط من خلال معرض دبي الدولي للسيارات. يلا خلينا نبدأ. جاكوار آي-بيس عم تنقلك من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة ب 4.8 ثانية، وبطاريتها الكهربائية بتكفيك لمدى بوصل ل 470 كيلومتر. إضافة لهيك هي بتحصل على كل اللي بتتوقعه من أي جاكوار من ناحية التصميم الرياضي المميز، الفخامة والتجهيزات العالية داخل المقصورة. باختصار يمكن تكون حاليا من أنجح المنافسين لسيارات تسلا. خلينا نستنى ونشوف لما نجربها بشكل كامل. أنا دائما كنت بقول إنه السيارة اللي بالفعل رح تغير مفهوم السيارات الكهربائية وتخليها تنتشر مش رح تكون من السيارات القاهرة أو المنافسة لتسلا، ولكنها لازم تكون سيارة بإنتاج عالي وسعر بيخلي السيارة كهربائية بمتناول الجميع. وهون مرة تانية عم بدخل مصنع صيني GAC باحتمال لمثل هيك سيارة مع GAC GE3، سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل بمدى البطارية بوصل ل 310 كيلومتر وشحن سريع للبطارية لما تكون بنسبة 30% ل 80% بأقل من 30 دقيقة. فعلا احتمال كبير تكون هاي السيارة هي النقل النوعية اللي كان عم ننتظرها تصنيع السيارات الكهربائية وسوقها خاصة بمنطقتنا. خليني أختم هذا الفيديو بعض الحماس مع سيارة هايبر رياضية من اليابان، ونعم هي كهربائية بالكامل. أسبارك أول هي سيارة بأربع محركات كهربائية تقدر توصلك لسرعة قصوى بتوصل 400 كيلومتر بالساعة، وتسارع خيالي ل 100 كيلومتر بالساعة خلال 1.69 ثانية، نعم أقل من ثانيتين. هذا بفضل قوة عم تبلغ 2012 حصان، ووزنها الخفيف اللي بيبلغ 1460 كيلو جرام بس، يعني قوتها الحصانية أكبر من وزنها.